خلينا هنتكلم عن مرحلة الطفولة. أكيد في أمهات كتير جدا بيتعرضوا إن هم يمكن يكونوا بيقدموا الدعم الكافي لأولادهم داخل المنزل، لكن الأولاد أو الأطفال بيتلقوا يمكن بيتعرضوا للتنمر، بيتعرضوا لأمور سلبية، بيسمعوا كلام سلبي من الآخرين. أنا كأم، مش بتكلم بقى على الناس اللي بره يتعاملوا إزاي، بتكلم على أنا كأم أتعامل إزاي مع الطفل، طفلي اللي هو من ذوي الهمم، ازاي اتعامل معاه ان انا اقدر اديله الثقه برغم يمكن التنمر اللي ممكن يتعرض له بره. والموضوع ده مهم قوي قوي، والشكوى منه فظيعه من الامهات لما بيجوا عندي في العياده، بتبقى الشكوى فظيعه انها ممكن تتعرض لموقف، خصوصا لو كان ابنها مش باين عليه الاعاقه. ودي بقى دي كمان حاجه تانية احنا محتاجين ان احنا نركز عليها، ان الاعاقات مش بس الداون سيندروم، اللي عنده داون سيندروم صحيح اللي هو شكله مميز جدا ودايما بيطلعوا ياخدوا بطولات، وبقى الصوره الذهنيه عند الناس ان اللي هم ذوي الاعاقه او ذوي احتياجات خاصه هم هم داون، بس اللي بياخدوا داون بطولات سيندروم. وهم او المكفوفين او اللي على كرسي متحرك. لا، ده في انواع كتير جدا ممكن ما تكونش في متشافه، اعاقات غير مرئيه، يعني انا ما اقدرش اشوف ان اللي قدامي مش باين مش عليه. مرئي الاعاقه بتاعته، مش فانا باين ممكن عليه بالظبط غير لما اتعامل معاه. بالظبط. وبرده محتاجه توعيه شويه، يعني محتاجه جزء فعلا فيها جزء توعوي وتثقيفي واعلامي كمان اكتر. يعني في حاجه اسمها توحد، التوحد بيبقوا امارات حلوين صحيح وشكلهم جميل وابدا ما يبانش عليه خادع. في مثلا اللي عنده في اطفال اللي هم سلو ليرنر، اللي هم بطيء التعلم، عادي بيدخل مدرسه بس عنده شويه بطء مثلا، في او عنده مشاكل في التفاعل الاجتماعي او مش بيعرف يتعامل قوي. في ناس عندها اللي هي عندها كهرباء زايده، وشخص عادي عنده كهرباء زايده ممكن تجيله نوبه. كل دول يندرجوا تحت ان اشخاص عندهم مشاكل او عندهم اللي هم بنسميهم زي احتياجات خاصه يعني. صحيح. فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان محتاجين شويه توعيه وتثقيف لان الناس مش عارفه. الحاجه الثانيه ان الام نفسها تتقبل ان او تبقى معترفه ان ابنها فعلا في عنده حاجه، وانه الحاجه دي محتاجه تقبل ومحتاجه طريقه تعامل، ان هو لما بيكون في الموقف يتصرف ازاي. ساعات الحمايه الزايده بتخلي تتغلط. الطفل عاجز اكتر، يعني من كتر خوفها عليه لحسن هو مش هيعرف، حتى انطباعها هي عنه ان هو طالما بطيء شويه في الفهم يبقى هو مش هيعرف، يبقى هو مش هينجح في الحاجه دي، فهي اللي بتعملها عنه. فبالتالي هو بيطلع خبراته في ضعيف الحياه شخصية. خبراته في الحياه محدوده. وفعلا بيجي لي امهات كتير تقول لي مثلا بيبقى كبر الولد ومش بيعرف يلبس مثلا، مع الكلام اكتشف ان هي اللي بتلبس، بتعمل كل حاجه بايديها، فهو ما تبقى عندوش زي خبره، اوفر بروتكتيف، تبقى خايفة بتعمل عليه كل قوي، حاجه. بتعمل له كل حاجة. يا بتعمل كل حاجه عشان خايفه عليه، يا اما مستعجله وراها 10,000 حاجه في الكون، وفعلا بتبقى مسؤوله عن حاجات كتير، فبتعمل الحاجات دي، فتكتشف بعد ما كبر انه مش بيعرف ياكل لوحده، ما هي دايما اللي بتاكله مثلا، فبنكتشف بعد كده ان هي اللي كانت بتعمل الحركه بايديها، وهو الخبره البدنيه دي مش عنده. فهو طبعا الام محتاجه الاول ان هي على حسب ابنها تتعامل معاه على انه محتاج يتدرب وتعلي مهاراته على قد ما يقدر. اكيد في مواقف في العامه في الشارع اكيد هي بتبقى ظهره وسنده، لو اللي قدامها مش فاهم تقول له على فكره انا ابني. كان في ام بتعامل معاه لما بتعرض، لما كنا بنروح مثلا تروح ملاهي او تروح اماكن فيها مراجيح او كده، والطفل مستعجل عايز يدخل دلوقتي ومش قادر يستنى، فبيعيط ويزن وكده، فكانت تضطر تقول للام اللي قدامها معلش انا بنتي عندها توحد مش هتقدر تستنى كل الدور ده. فمجرد الجمله لما اتقالت من غير جد بمنتهى الثقه، فكل اللي واقفين قالوا لها طب اتفضلي. فهي الفكره في كده ان احنا محتاجين نقول ونوعي الناس، ونبقى عارفين والناس تبقى فاهمه انه فعلا مثلا الطفل التوحدي ما بيقدرش يستنى كتير. انا ما اعرفش معلومه ان الطفل اللي عنده توحد ما بيقدرش يستنى، يعني محتاجين فعلا ان احنا نثقف نفسنا في حاجات كتير عشان نقدر نتعامل معاهم ونتفهم احتياجاتهم الخاصه. طيب.